تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالذكرى 52 لعيدها الوطني في ضوء منجزات حضارية واقتصادية وتنموية متقدمة على مستوى العالم منذ إعلان اتحاد إماراتها السبع على يد الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مثل هذا اليوم من عام 1971. وتحمل هذه المناسبة في طياتها الكثير من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى الخمسة عقود الماضية. لم يكن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يوما عابرا في تاريخ منطقة الخليج، ففي مثل هذا اليوم قبل 52 عاما تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس اتحاد إماراتها السبع، حيث يحيي الإماراتيون هذا اليوم بالفخر بما قام به الآباء المؤسسون لكيان الدولة، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة دولة الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ومنذ الاتحاد انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة خارجية اعتمدت على توثيق العلاقات مع أشقائها في دول الخليج وكذلك الدول العربية والإسلامية، وانفتحت على الدول الصديقة والعالم الحر المتطلع إلى السلم والأمن. وخلال مسيرة نصف قرن نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في بنيان كيان قوي وتحقيق تطور ملموس على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، مما جعلها محطة لاهتمام المراقبين حول العالم. سقف الطموحات العالي لدولة الإمارات العربية المتحدة قادها بنجاح إلى تحقيق الكثير من الإنجازات التاريخية، ولعل من أبرزها تنظيم إكسبو 2020 دبي، وكذلك دخولها السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي من خلال إرسال أول مسبار إلى كوكب المريخ أطلق عليه مسبار الأمل، تلاها نجاح إطلاق أول عملية فضائية في 3 مارس من عام 2023، ونجاح المهمة بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية. كما أن احتفالها هذا العام يتزامن مع تنظيمها لمؤتمر الأطراف كوب 28. وبهذه المناسبة تشارك دولة الكويت قيادة وشعبا دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها الوطنية بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات الزاخرة والمسيرة الرائدة المتطلعة إلى مزيد من التقدم والازدهار.